الفرنسي التي حطت قبل قليل بمدينة الدار البيضاء بكازا بلانكا فريق الترجي الرياضي التونسي، يعني سيحاول كسب الرهان، وهو يريد كسب الرهان أمام الوداد الرياضي. يعني معي مباشرة محمد مساهم مباشرة من مدينة الدار البيضاء. أهلا بك مساهم. مرحبا بك اخ بدري، مرحبا بجميع مستمعي راديو البطوله كوم. يعني الان دقائق قليله وغادي نوصل فات اثناء في مدينه الدار البيضاء مطار محمد الخامس في استضافه الوفد التونسي. يعني شفنا عناصر من فريق الوداد البيضاوي كالزاكي وعاد الاعضاء في المكتب المدير. يعني الاخ زكريا هناك استفارات تونسيه وحتى مراقب الكاف موجود هنا بمطار محمد الخامس لرؤيه كيفيه الاستقبال، لان دائما كنسمعوا ان الترجي التونسي كيشتكيو من عدم الاستقبال الجيد. الان كنتظروا صعود الكيفيه التونسيه، يعني ما بقاش قليل. مساهم، قلتي بان الزاكي حاضر الان في مطار محمد الخامس. وي الزاكي احد اعضاء في مكتب فريق الوداد الرياضي البيضاوي. اذا كان من الممكن انك يعني تحولنا العضو المكتب المسير للوداد. وين اخذك يا الان كل شيء نزل باش اما الان فريق الترجي التونسي كيصعد الان كيصعد مباشره هنا ب مطار محمد الخامس. يعني الان كنتظروا المدرب معلول لاخذ الاستعمال قبل، يعني هناك لاعبين كاملين الان متواجدين. يعني الاخ زكريا معايا معلول مباشره. اعطيني معلول. معايا معلول مباشره من مطار محمد الخامس على راديو بدنكم. اهلا بك استاذ نبيل. مرحبا بكم. على سلامتكم. نبيل، يعني تنعرف بان الوقت يزاحمكم، ولكن كيفاش تشوف يعني بعجاله مباراه الوداد الرياضي، مباراه نهائي الاحلام، لعبتم من اجل الوصول الى النهائي والان انتم امام الامر الواقع. احنا امام الامر الواقع والوداد امام الامر الواقع. معناها شفنا لي دو ماتش سون ديغولي سيتي دو ماتش انيدي، بعدنا في كازا بعدنا في تونس. لي دو زيكيب انا جو بونس تحصل نفس الحظوظ 50% بالنسبه للترجي 50% بالنسبه للوداد. المباراه تكون صعيبه علينا صعيبه على الوداد، لكن الترجي الرياضي التونسي جاي معناها لهنا باش يلعب الهجوم باش يفوز في مباراته. لاعبين في اوج العطاء حاليا، نور بقدره ممتازه جدا، وجمهور التونسي الكل عليه، جمهور الترجي عليه ينتظر في الفينال هذه وينتظر في التتويج هذا بالنسبه للترجي الرياضي. لكن الامور باش تكون صعبه ما يسهل كما نتخيلوا، لانه الوداد معناها فريق ممتاز حاليا، شاهدنا مباراته الكل يلعبوا ودخلنا الفريق الوحيد اللي ما فزناش عليه في دور المجموعات. طبيعة الحال نبيل، يعني تحدثتم عن الجمهور الودادي، ويعني حتى في التدريب ركزتم على الضغط النفسي وعلى الجانب النفسي اكثر، يعني ما السر وراء ذلك؟ والله إن من الاشياء اللي معناها حكيت فيها مع اللاعبين خاصه ركزت عليها كثير هو جمهور الوداد. جمهور الوداد معناها شفناه انا حسب رايي هو اللي رجع فريقه في المباراه الماضيه لما كنا فايزين هدفين لصفر في الشوط الاول، بالتشجيع نتاعه ومؤازرته للفريق معناها كثير في هدفين الشوط الثاني، هو اللي خلاهم يعدلوا النتيجه في الشوط الثاني. يعني لازم تكون نلعبوا مع اعصاب مرتاحه واعصاب هاديه، ما ننظروش كم باش يكون عدد الجمهور، لانه عدد الجمهور باش يكون موجود هنا يكون موجود في تونس معنا يوم 12 سبتمبر ان شاء الله. نخليك ترتاح استاذ نبيل ونتمنى لكم التوفيق. الاخ زكريا كان معنا معلومه مباشره من مطار